نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. لقد جاء في الحديث انه في اخر الزمان يخرج الرجل من بيته فيكذب الكلمه تبلغ المشارق والمغارب في لحظه. كان الناس يقول كيف تبلغ المشارق والمغارب؟ جاءت وسائل الاعلام هذه، وسائل النشر والبث والتواصل، فظهر ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم: علينا جميعا ان نعتصم بكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،